لبس زي عسكري ولا مش لبس، الناس هذوما لابسين كيفنا. اي كيفنا. السيد هذا لبس شورت هو وصاحبه شورت ودخل للشط وكأنه إنسان جاي يعوم في البحر عادي. المنظر متاعه ما عادش فما خصوصية للناس هذوما. ايش معناها هذا؟ معناها الناس هذوما عايشين معانا. معناها الناس هذوما وفي باردو نفس الشيء. في باردو الوليد اللي دخل وقتل السياح كان يشتغل في الاجنس دو فواياج دي تاع الصباح وخذا البيوس وعادي معناها يتصرف عادي. هنا فما خلل على مستوى المعلومة. وين المعلومة؟ وقت اللي بعد الثورة تم حل الجهاز أمن الدولة. أنا نعتبر أنه هذا هو من الطبيعات ومن اللي كونسيكونس اللي وصلنا لهم اليوم أنه الجهاز هذايا تم حله وتم ضربه، والناس اللي كانت مسؤولة في الوقت ذاك من الأجدر أنه اليوم تتحاسب، لأنه فما تحميل مسؤوليات. رأوا الوضع اللي احنا نعيش فيه اليوم بالرغم أنه هذايا وضع عالمي وهذايا وضع معناها موجود في العديد من الدول، والإرهاب يضرب وليس له هوية. كما قلت والحصيلة عندي الأثقل في تونس، الأثقل اليوم أربع عمليات تصير أكبر حصيلة تصير في تونس. اليوم الأمن يقوم بدور كبير ياسر، أما لكن فما إخلالات ومش صايرة اليوم، فما تبعات متاع أربع سنين التالي من حل الأمن من الأمنيين المعزولين اللي اليوم الأمنيين هذوما قاعدين يتحاكموا وقاعدين اليوم يتم نقض الأحكام، يتحاكموا المرة أولى في المحكمة العسكرية وتم الحكم عليهم وناس خرجت بريئة والملفات متاعهم فارغة. اليوم الناس هذوما اللي الدولة صرفت عليهم فلوس، اللي الدولة عملت عليهم وكانوا ناجحين في التعاطي في الوضع الأمني قبل الثورة وما كانش عندنا الإرهاب وكانت عملية معزولة جدا. الناس هذوما عندهم تكوين خاص وعندهم كفاءة كبيرة ياسر. بعد الثورة يتم عزلهم ويتم اتهامهم بتهم باطلة ويتم تعيين ناس ما عندهم حتى خبرة، والبعض منهم مازال موجود إلى اليوم. وإحنا قعدنا أربع سنين وأنا شخصيا تكلمت على الموضوع هذا العديد من المرات فيما يخص الأمن الموازي وفيما يخص الأخلالات اللي كانت تصير وفيما يخص العديد من الأسماء اللي مازالت إلى اليوم قاعدة تدور في البلاد وممكن قاعدة عندها ما زالت عندها مواقع في وزارة الداخلية وما نعرفوش إلى حد الآن. هل الناس هذوما مش يتم محاسبتهم وقال لا هذا هو الخلل السيبرات، لأنه يلزمنا نخليه أصبعنا على الداء. اليوم وقت اللي عندي عمد في جميع أنحاء الجمهورية تم عزلهم لا لشيء إلا لأنهم خدموا البلاد لمدة سنوات، قال شنو قال أزلام وهما لي إلى اليوم وهما معزولين قاعدين يقدموا في المعلومة للأمن إلى اليوم قاعدين يشتغلوا جنبا إلى جنب مع فرق الإرهاب ويعطيهم في المعلومة لأنهم يعرفوا جيدا مناطق التعب، في حين أنه تم تسمية عمد. اليوم قاعدين يشجعوا في جمعيات إرهابية وقاعدين يشجعوا في ناس ويتستروا على وجود إرهابيين في العديد من المناطق، وتو نحكي لك على ولاية أريانا اللي صارت فيها أكبر عملية إرهابية كيفاش تم اختراقها بتغيير العمد.